السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوبن ستريت ماب اول ما تشتغل عليه، لو رسمت اي طريق او رسمت اي مبنى، اوتوماتيك كل اللي انت بتعمله في نفس اللحظة بيظهر فيه مواقع كتيرة جدا وبيظهر فيه برامج كتيرة جدا لانه اوبن سورس، فكل البرامج بتشتغل عليه. ده مثلا موقع اسمه اوبن ستريت ماب بيلدينج دوت اورج، كل المباني اللي انت بترسمها بتبدأ تظهر معاك بالشكل دوت، وكل التفاصيل بتاعتها بالارتفاع بتاعها الخصائص بتاعتها بالرقم البريدي بالعدد الادوار بكل حاجه بالشكل ده. في موقع تاني مثلا زي F4Map، تمام، برضو بيظهر فيه الحاجات اللي انت رسمتها دي. مثلا مدينه العاشر من رمضان دي كانت اول ما بدانا كانت فاضيه خالص، دلوقتي ما شاء الله بدات المدينه كلها تبقى موجوده 3D. اول ما بتعمل زوم على اي جزء بيبدا يظهر عندك المباني 3D زي ما انت شايفها، واي مبنى فيهم بتلاقي الخصائص بتاعته موجودة كاملة. وممكن تقول له انا عايز اشوف جرافيكس، فتشوف مثلا لو في مطرة، لو تلج، لو في شمس، لو الصبح، لو الظهر، لو في المساء، كل المعلومات دي تقدر انت تشوفها. كل الكلام ده ما كلفناش اي فلوس خالص. لو انت رحت المكان مغلق المصدر هتدفع مبلغ كبير، انما هنا الموضوع بيبقى اسهل. قلت له افتح لي الاوبن ستريت ماب، تقدر تعمل اديت للمبنى وتقدر تعدل الانفورميشن بتاعتك زي ما انت عايز بالشكل دوت. بتقول له اديت ناو، ومن خلال الادوات الصغيره خالص بوينت ولاين واريا بتبدأ ترسم حدود المبنى. اول لو ترسم اي حاجة المبنى ده اوتوماتيك بيبدأ يظهر في عشرات البرامج زي سيفس 3 دي، زي الاوتوكاد، زي اليومون، زي انفرا ووركس، زي ارك جي اس برو، كيو جي اس، كل الكلام دوت بياخد من الاوبن ستريت ماب.